سؤال الأخت الكريمة أمة الله من المغرب، أختها كما وصفت تقول إنها متبرجة وليست هكذا فحسب، وإنما تنصح بالتبرج. نقول لأختها اتقي الله فيما تفعلين وفيما تصنعين، فهذه السيدة إنما هي مائلة ومميلة لغيرها، مالت عن الحق وتحاول جاهدة أن تلعب دور الشيطان إن جاز التعبير في إقناع غيرها وإمالته عن الحق والبعد عن منهج الله تبارك وتعالى. ولتعلم أن كل كلمة تخرج من لسانها أنها مسؤولة عليها. وهل يكب الناس على وجوههم في النار وفي الرواية الثانية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فانصحيها في الله أن تتقي الله تبارك وتعالى، وإذا كانت مصرة على معصيتها لخالقها فلا داعي أن تتحمل من أوزار الأخريات ليكون على عنقها وعلى ظهرها ما ينوء بحمله الجبال، فلتتق الله تبارك وتعالى لأنها ترتكب بذلك إثما ومعصية، والله أعلم.